مع ما تشهده كندا من احتجاجات ومظاهرات هذه الأيام، تكشف الوجه الخفي لكندا التي لطالما تغنت بالديمقراطية والحرية، إذ أصبحت سمعة الحكومة الكندية على المحك عالميا بعدما شهدته البلاد من أحداث رأى فيها العالم كيف تعاملت السلطات الكندية بشكل عنيف من القمع والاضطهاد مع المتظاهرين، حتى وصل الأمر إلى سحق المواطنين تحت أرجل الخيل في مشاهد نسفت الديمقراطية الكندية المزعومة وعلى مرأى من العالم كله. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور أحمد الأنصاري، وهو الباحث في العلاقات الدولية. دكتور مساء الخير وحياك الله معنا في أهلا. أهلا وسهلا شاكر جدا لكم استضافتي. كيف تعلق دكتور على ما يحدث في الشارع الكندي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحدث في كندا ليس مستغرب، لأنه في حقيقة الأمر الحكومة الكندية حكومة يعني منفصلة عن الواقع، تنادي بشيء وتفعل شيء آخر، وهذا ليس مستغرب عليها. الديمقراطية في مصطلح الدول الغربية هي أداة للتدخل في شؤون الغير، وخاصة في الدول الخارجية. أنا تذكرني كلمة قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، قال حينما يصل الأمر إلى تهديد الأمن القومي فلا يوجد هنالك شيء اسمه حقوق إنسان. ولذلك هذه طبعا ليس مستغرب من كندا أو من أي من الدول الأخرى. كندا في حقيقة الأمر دولة ليس لها أي تأثير على الخارطة الدولية، هي تعيش في جلباب الولايات المتحدة الأمريكية، ولو الدعم الأمريكي لها لما تبوأت مكان فيما يسمى مجموعة التسعة أو مجموعة السبعة أو جي 7 اللي هي أقوى سبع اقتصادات على مستوى العالم. ولذلك نجد أنه ليس مستغرب ما تحصل هذه الأحداث. نعم. حينما تحصل ذلك في الشارع الكندي، يعني في حقيقة الأمر أنا لا يعني لا 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 لكن يعني دكتور لكن دكتور إذا سمحت لي في تفسير سياسي للموضوع، لماذا تحاول الحكومة الكندية ادعاء الحفاظ والحرص على الحريات والحقوق، بينما ما يمارس في الداخل الكندي من قبل الحكومة هو أبشع أنواع انتهاك الحريات والحقوق؟ يعني ما الذي يدعوها إلى ممارسة هذا الدور الادعائي؟ ماذا تريد أن تصل إليه؟ هي مجرد أن ترغب أن يعني تصنع لنفسها وضع أو تصنع لنفسها دور، أو كما ينادي في مالطا كما يقول المثل، يعني تنادي بأشياء. هي دولة زي ما قلت لك كندا لا توجد لها أي تأثير على مستوى الخارطة الدولية، دولة على الهامش، ولذلك تسعى من الحين للآخر في التدخل في شؤون الدول الداخلية لتسمع صوتها وكمن يقول أنا هنا. لكن لا يعني خلينا نستذكر موقف المملكة العربية السعودية القوي من الحكومة الكندية الراهنة حينما حاولت أن تتدخل في الشؤون الداخلية المملكة العربية السعودية، وخلال 24 ساعة تم طرد السفير الكندي وتم استدعاء السفير السعودي من كندا، وأيضا يعني كانت هناك إجراءات قوية جدا تم اتخاذها من قبل المملكة العربية السعودية. ولولا تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الوقت لشهدت العلاقات أو كان تم معاقبة كندا بشكل أقوى من الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية. ولذلك أنا أرجع وأقول أنه كندا دولة ليس لها أي تأثير على مستوى العالم، وليس لها أي قوة أو نفوذ، ولا تستطيع أن تملي إرادتها، ولكنها يعني مجرد أنه يعني صياح ما بين الوقت والآخر لتثبت أنها موجودة على خارطة العالم، وأن هنالك دولة تسمى كندا على يعني تحافظ على حقوق الإنسان أو ما يشابه ذلك. نعم. هنالك طبعا أشياء كثيرة موجودة في كندا يقال لها أنها يعني لدعم حقوق الإنسان ليست معترف بها حتى في أقرب حليفاتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هنالك أيضا تشريعات لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الغربية
لا تعترف بها كندا. نعم دكتور، كلمة حقوق الإنسان باختصار دكتور تفضل. نعم كلمة حقوق الإنسان كلمة منطقية طبعا، إذا أردنا أن نعرف من هو المشرع لحقوق الإنسان نستذكر كلمة سيدنا عمر بن الخطاب حينما يعني قال لسيدنا عمر بن العاص متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الكلمة هي حقوق الإنسان بالفعل، وأن الإنسان في الإسلام هو نعم. يتمتع بكامل حريته، في حين أن الدول الغربية زي ما قلت لك وعيد التكرار كلمة حقوق الإنسان كلمة مطاطة لديهم وتستخدم للتدخل في الدول الأخرى بهذه الذريعة. وشاهدنا غزو نعم. لقوات أوروبية في الماضي وفي الوقت الراهن بذريعة حماية حقوق الإنسان، وهي هذه الحقوق دكتور في هذه الدول لا يتم حمايتها. دكتور أحمد الأنصاري شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولكل هذه الآراء. بعد هذا الفاصل ألتقيكم في واحد من الموضوعات الوطنية الاستثمارية العملاقة، كونوا بالقرب.